وللمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديد ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، ما الجديد في فعاليات اليوم والأيام القادمة؟ تحياتي لكما ولكل متابعينا في هذه المتابعة لاستمرار فعاليات وأنشطة مهرجان العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. هذا المهرجان الذي انطلق في 13 من يوليو الجاري ومستمر لمدة 45 يوما من التنوع في الترفيه في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بشكل كبير حتى 26 من أغسطس المقبل. نتحدث عن حالة من الاستعداد تشهدها عدد من المناطق داخل مدينة العالمين الجديدة. إذا تحدثنا عن الشواطئ التي استعدت بشكل كبير لانطلاق عدد من المنافسات والتحديات، نتحدث عن منافسات الخاصة بالكرة الشاطئية والتحديات الخاصة بسباق ترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي، وأيضا البطولة العربية للجودو والعديد من الأنشطة الرياضية. وأيضا هناك عدد من التحديات والأنشطة التي سوف تقام في الشواطئ ومياه مدينة العالمين، منها الجيت سكي وغيرها من العروض الخاصة بالمراكب داخل مياه العالمين. أما على المستوى البر والمنطقة الأخرى هي منطقة العالمين أرينا التي تستعد بشكل كبير وتوضع اللمسات النهائية والأخيرة لانطلاق حفل الفنان أحمد سعد غدا، ومن بعده عدد من الحفلات الأخرى الخاصة بالفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة والعديد من الأنشطة الفنية الموسيقية الخاصة بأشهر المطربين العرب. أيضا هناك عدد من المواقع الخدمية داخل مدينة العالمين الجديدة استعدت مع نهاية الأسبوع وهذه العطلات التي يزداد فيها حضور المواطنين بشأن هذه الحالة من التنوع في عدد من الفعاليات. نتحدث عن الممشى الذي استعد لاستقبال الجمهور على مع الساعات الأولى من الليل، أيضا المول التجاري، وأيضا العديد من الأنشطة والأماكن الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة لاستقبال كافة أعمار وأنواع الأسرة المصرية سواء من المصريين وغير المصريين أو المصريين المقيمين بالخارج، والتقيت في عدد من الجولات بالعديد منهم. هذا هو المشهد، حالة من الاستعداد والأنشطة المختلفة لاستقبال المصريين والزوار لمدينة العالمين الجديدة مع عطلة نهاية الأسبوع. عودة إليكم. نعم، مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا من العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.